24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أكبر صعوبة اللي عندنا في مجلة طنجة وراكي عارفة الرأي العام كله ومحط التداول ديال المواقع ووسائل الإعلام هو ما يقع لمدينة طنجة فيما يخص هادشي ديال الأحكام. فأنا هادشي قلته في لقاء رسمي وكان فيه رئيس الحكومة اللي افتتح اللقاء ديال القضاء الإداري وحاضرين الوزير العدو اللي شرف على اللقاء يومين وهو حاضر بشخصه واللي تعمل خصيصا هذا الموضوع. هذا الاشكال ديال الحجوزات على بعض الادارات العموميه كوزاره النقل والتجهيز وكبعض الجماعات الترابيه ومنها جماعه طنجه على المستوى الوطني. هذا الشيء اللي وقع على جماعه طنجه هو داك الشيء كبير جدا، وبالتالي باش يمكن ان واحد الجماعه يتحجز لها 50 مليار في ظرف سنتين وكيفاش غادي تسير؟ لان هذه الجماعه راه معروفه الامكانيات ديالها ومعروفه المجال ديال التدخل ديالها. اذا كانت فعلا هذه المساله ستتم عرقلتها وممكن تحسب على هذا الرئيس اللي ما عرفش يدبر الملف، انا كنقول هادشي هذا كبير على اي رئيس. وهادشي عملنا فيه مراسلات الى جهات مسؤوله اللي كنخبروهم بهذا الوضع هذا وان ما يمكنش نتحمل المسؤوليه انا بوحدي في هذا المجال هذا، وبالتالي تراود بعض الانسان اذا ما قدرتش انا نمشي لشي واحد اخر يقدر يحل هذه المشكله. مشاريع ماشيه بشكل عادي ديالها، كاينش توقف، المشاريع فيها محدده لاخر صفقات ديالها مشات كلها للشركات اللي خداتها وهي في طور الانجاز ديالها بتواريخ محدده بتمويل محدد كما كان مبرمج من اوله. ماشي هو المشكل لان الفلوس ديالو دوك موجودين ما عنده علاقه بالفلوس اخرين اللي كنتكلموا عليهم، فلوس اخرين ديال التسير ديال الخدمات اليوميه ديال النظافه وديال الاناره، هذا هو هذا لان كاين تعاقد مع شركه وانت ما قديش كتقدي لك خدمه ما تقدرش تادي لها الاداء ديالها. اما هذه البرامج ما دخلهاش في التمويل ديال التسير، هذا في الاستثمار وعنده قروض ديالو والبرنامج ماشي، هذا ما عنده حتى عرقله وما عنده حتى علاقه بالتمويل ولا بهذه الحجوزات. ولكن الحجوزات كاينه في مجال اخر اللي كتاثر فعلا، هذا كيضغط على الانسان بعض الاحيان كيبدا يفكر انه يمكن في جميع الحلول.